يوجد في مباراة اليوم النهاردة إن شاء الله 8 فبراير، مباراة في الأسبوع ال 21، النادي الأهلي سيلاقي فريق حرس الحدود. سريعا بقى يا سمير، تاريخ مباريات النادي الأهلي وحرس الحدود في بطولة الدوري. النادي الأهلي لعب مع حرس الحدود 28 مباراة، فاز في 23 وتعادل في 3 وهزم في مباراتين. الأهداف 52 هدف، عليه 15 هدف. أما أكبر فوز للنادي الأهلي 4-0 مرتين، 4-2 مرة واحدة، 3-0 ثلاث مرات، 3-1 مرة وحيدة. وأكبر فوز لحرس الحدود 3-0 على النادي الأهلي مرة وحيدة. أما هداف النادي الأهلي وحرس الحدود في مبارياتهم، عماد متعب في المركز الأول 8 أهداف، أبو تريكة 4، بركات 4. 6 لاعبين من الأهلي أحرز كل منهم أعتقد هدفين، مش مكملة عندي لكن ماشي. أما بالنسبة لحرس الحدود، أحمد حسن مكي 3 أهداف، أحمد عيد عبد الملك هدفين، عبد الحميد بسيوني النجم الكبير ونجم نادي حرس الحدود السابق برضه هدفين. أما قائمة النادي الأهلي لمباراة اليوم زي ما حضراتكم شايفينها، إكرامي، شناوي، رامي ربيعة، أيمن أشرف. هناك بعض الروتيشن اللي بيعمله الجهاز الفني، مريح ناس كتيرة هنقول لكم عليهم مع ضيوفنا الكرام. رامي ربيعة، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي. أما خط الوسط، إسلام محارب، الشيخ، رمضان صبحي، جيرالدو، حمدي فتحي، وكريم ندفت، حسين الشحات، ناصر ماهر، حسام عاشور. أما خط الهجوم، جونيور أجايي وصلاح محسن، والمدير الفني مارتن لاسارتي. وتم استبعاد إسلام محارب من قائمة هذه المباراة. موقف النادي الأهلي وحرس الحدود، النادي الأهلي في المركز الثالث، لعب 17 مباراة، لو من النقاط 16 36 نقطة. نادي إمبي في نادي إمبي، لا يا جماعة احنا بنلعب حرس الحدود مش نادي إمبي، غيره. نغير اللي بعديها. جدول ترتيب فريق الدوري العام المصري، في المركز الأول نادي الزمالك ب 45 نقطة، نادي بيراميدز في المركز الثاني ب 42 نقطة، الأهلي في المركز الثالث ب 36 نقطة. هات بقى نقول آخر ثلاث فرق في الدوري العام المصري، الاتحاد السكندري ووادي دجلة وبتروجيت في المركز ال 16 وال 17 وال 18 برصيد 21 نقطة و 20 نقطة و 18 نقطة بعد الفوز الأخير لبتروجيت على وادي دجلة. أما قائمة الهدافين هذا الموسم، محمود علاء النادي الزمالك في المركز الأول المدافع الهداف، أما تاني حاجة حسام باولو في المركز الثاني من نادي الداخلية ب 10 أهداف، وكهربا وأحمد علي وشميلث بيكلي 9 أهداف، وجونان توي وأوباما وإبراهيم ناداي وصلاح أمين وماركوس دا سيلفا من بيراميدز والنجوم ووادي دجلة، دول كلهم 7 أهداف. دي كانت آخر حاجة معانا النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنحاول نبقى سراع جدا لأن احنا مفيش وقت عن